السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عدنان السادة من إدارة تعليم المنطقة الشرقية من الصف الثاني ثانوي. بعد رحلة جدا طويلة ابتدأت بمسابقة موهوب، الحمد لله راح نشارك هذه السنة في أولمبياد الأحياء الدولي، ودعواتكم إن شاء الله أن نحقق أول إنجاز سعودي في هذه المسابقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.